هومو هابيليس أو الإنسان الماهر، الممثل الأول للجنس البشري، ظهر قبل حوالي 2.1 مليون سنة، يعتبر أول من استخدم الأدوات الحجرية من بين الجنس البشري، كما يعتبر أيضاً أقدم نوع من جنس البشر، ولذلك هو الأقل شبهاً للبشر الحاليين بين كل أنواع الجنس البشري. هومو هابيليس كان قصيراً وذراعاه طويلتان دون تناسب بالمقارنة مع البشر الحاليين، إلا أن وجهه كان أقل بروزاً من وجه أنواع أسترالوبيثيكس التي يعتقد أنها انحدرت منها، وكان لهومو هابيليس سعة دماغية أقل قليلاً من نصف نظيرتها في البشر الحاليين.